إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها سيدة ولا لها إشارة موضوع إن شاء الله تعالى وحكسها في سناندونا المهلكات والمنجيات أحيابها قفك هلاقة هيو يحيالها قفك بدبادين هيو كو بدباد هيو انت أنا المعنى موضوع باللابن وإحنا حاسوسين إن آيات من كتاب الله عز وجل ورب سبحانه وتعالى أوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وحال الله سبحانه وتعالى أوليه هاي أسوأ الله الله يددك المؤمنين تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هل أجيبوا هل أطيعوا هل يلوا هل قاتوا مرك الله سبحانه وتعالى يا رسول كيسى صلى الله عليه وسلم رسول الله نبي محمد إنك ويران لما يحييكم وحي النورين هايو وقلوبتنا نولين هيا روحنا نولين هيا ونفتنا نولين هيا وتكون أكسنا نسان هل قاتوا الدين تسلب هل قاتوا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وحن نوات ربي سبحانه وتعالى إنه يهمتك قلوب تبد بدل معنا يحول بين المرء وقلبه كلت هذا قفك يا قلبك سكلت هذا وحد وانسان وأنه إليه تحشرون ربي سبحانه وتعالى حقي سين لينس وكل من دونه ولين كيني دونه وكل جنب سؤال لين ويدين دونه قف كسر ربي سبحانه وتعالى وهو استاق دونه وإحنا أيضا وشاره يا دين تيا دل الذي ينصوص تلا شيء جيو إن يس نقول وكلي واحد لما غلي ولا جوع عمل فلن إن يس نقول واحد نظريات ثيوري واحد معناه لا أخريه وسي براكتيكالية تطبيقه هي عمليا أن لو فلنن واحد نلقربا إن دينت اللي شيء هي آيات كأن مغلين هي حديث كأن مغلين إنه كده قلنا فعليا هي عمل هي معناها سيأكشن إنه نفرنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هذه موضوع أنا نص سوق ذا قال له وحيالها معناها قفك مسلم كهلاقي ويفرب نيهن وحكى سوى عيد كسوى عروري قفك وكهلاك سمايا ما لنت قيامها تحت مشيئة الله عز وجل دون تاك الله سبحانه وتعالى أيها السجوة لكن دين تأنا وحي أي وعيد كتل ما أنت معناها وعيد أي كرة تبتي يغفك يسيدا أي يسيدا أي يسيدا سما يسيدا سألو عقابة يغلب كاسا قبسنا لي وحي كمين نقونا يوحي لها مهلكات يغفك هلاقة هي قوني هاني خاسي قار أنا ما لها قار كوضا يا رسول صلى الله عليه وسلم وكو إشارين يتران وحي لها هلاقة غفك بابين هي وحكم إذا حديثك صحيح بخاري مسلم كسرنا يا رسول صلى الله عليه وسلم ورانا يا أبو هريرة لقوا ريي اجتنبوا السبع الموبقات هل لقفوا هذا تضبط وحلاقيس تضبط وحلاقيس هل لقفوا هذا ليت ساس كان إن شاء الله تعالى كفوا هذا تضبط وحلاقة هي يا لقوا بابا يا الدنيا أخرى بقفوا كوها لأكسام هي نبي صلى الله عليه وسلم حلا ويديي وما هن يا رسول الله رسولك إلهي وما حيث دوضاسي الرماد إلوها الأكسام هي وحن نبي صلى الله عليه وسلم أشيغي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات تضوى الرماد وقفك وكوها لك سميها ليسك إلى لي وحر رسول صلى الله عليه وسلم وكو بالله ويشرك بالله عز وجل إن ربي سبحانه وتعالى هذا حلو ذاتيسه
waxaa loo baahan yahay cibaadada aad qabanaysa inaad u qabato oo keliya liajli illaah, khaalisan liwajhi caza wajal, waa inaad ikhlaas aad ku samaynayso, waa in rabbi waxba aadan la wadaajinin. Haddii aad rabbi wax la wadaajiso maalinta uuna ku geeriyooda shirki asagoo qofka ku dhex jiro, maalinta qiyaamaha qofkaa naar unbuu leeyahay. Wa sixr, ha laga fogaado arrinta labaad, in sixir lala yimaado maana sixir in lala yimaado. Ka fogaada in sixir aad barataan, ha laga fogaada sixirka in lagu dhaqmo, ha laga fogaada dadka saxarada ay sixirka sameeyeen in macnaha loo tago. Sixirkaasi noocu noqdaba anwaacdiisa oo dhan, waxaa ka mid a dadka qaarkoodna ay fududaystaan madiidada oo kaleento, intii qof loo tago saaxil oo la yidhaahdo qofkani jeclaysii ama aan jeclaada ama wax lamid oo kaleento, shirki inay tahay ee rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam uu ku ishaaray waa gaalnimo weeye. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وحيالها النار تلو قليا هلاقة كينا يوحى ويا نف ربي سبحانه وتعالى وحرمي إلا دلو إلا دلو إلا سي حق إلا دلو موينا نفت معصوم كإلا إلا لي دلتان كذا وحيالها النار تلو قلوي إلا سي حق إلا دلو موينا ما لا حق أنا دينته وإشارته وحيالها ذاتك النار تكينا يوحى كمذا وأكل الربا ربا إلا عونه وأكل مال اليتيم أغونت مال القوضين لعنة وحاكمي ذا وحيا لها مهلكات يغفقها لا قيو وتولي يوم الزحف مركا إسلاح قلان ذاتك مسلمين تي ذاتك قال هذا جهاد كالوجر يسففت الوجر إن المسلمين تي تشبه سوى تصابق نقو تشبك هذا والقدار أصوى قرطة صوى بحضة عررته وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات إن عيلة بطورة oo macsiya xumaan laga sheego la yidhaahdo saasay sameeyeen xumaantaasay samaysay, gabad muxsanada oo ilaahay subxaanahu watacaala u dhowray, ghaafilad oo hilmaansan in macnaha xaraamba qalbigeeda uu ka baxsan yahay hilmaansan oo macaasida iyo xumaanta aan ku fikiraynin, mu'minaadka oo rabbi subxaanahu watacaala si dhaba u rumeeyey in xumaan lagu tuuro xumaan laga sheego waa waxyaalaha naarta lagu galay cadaabka lagu mudanaya weeye. Adina noocaas oo kaleento fara badan ayaa jirta oo meelaha qaarkood nabi sallallahu calayhi wasalam oo ku ishaaray in naarta lagu galayo ay muhlikaad ay yihiin. Waxaa jirta macaasidii in waqtigan la joogo dadka iska fudaysteen oo qofkii asagoo macsiya ku dhex jira aada moodo inuu cibaado ku dhex jiro cibaadaysanayo. Anas ibn Malik, Abi Saciid al-Khudri, Cubaada ibn Qurad iyo gayrkiiba waxaa laga warinayaa oy odhanayaan إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر وحد كعمل فليسان ضل إيمان سان عمل مركز إكتام لهنا هرتوا ذا مركز يالان أما ذو أركيسان إن يكير يهين ويكتل حسين يهين ويكفض يهين تمها وكلت وحبان الله إن كنا لن نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات وقت النبي صلى الله عليه وسلم وحن كترين تريه أنت أسوأ كلا من الموبقات وحيالها قفك هلاقي عقابك عذابك لقوم ظني إني كمدهن أيان كترين جري وحد عمل فليسان أو كل قميسان أعمال مركي إذنك لين أعمال أكتان وارنت أذ في رسان ويكف ضدها أكتين تمها وكلنت تن وكلنت هدق خف وقت النبي صلى الله عليه وسلم وحان كترين جري أرنت أسوى وكلنته من الموبقات وحن أطفضي سنيسان على عهد الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو رسول الله هنا لتشوغي وحن كل حسابين جرين إني كمتهي وحيالها قفك هلاقي وقتك أصحاب رسول الله قيبك من أين أولاين أنس بن مالك ويوحى أورانهي أيضا معناها كوني أفر بغلي سنة كهر أي أرنتا أهيد هذا لتشوغي ذاتكين آده إسوب بدلين دينتنا لفضيستي ما حد في ليس أحيانا معاصي فربضا ومهلكات وقفك هلاقا عيادتك أي فضيستنا يعني. وحسوق هذا إن حديثك هنا أما هذا الكلام وكد الوريق حديث كسوغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورينا يا أنس بن مالك عبد الله بن عباس أبو هريرة عبد الله بن أبي أوفى عبد الله بن عمر بالجملة مرك حديث كان لسوقي جينا ونقونا يا حديث حسن على أقل درجات إن شاء الله ماشي أقوه سيزي حديث كودقيا
إنه يا حديث معناها درجة سي حسن تهي منذر يا غير كنا وحي بجزميان حديث كاسي إنه حسن يا جزم يا كسمية بل وحن أرانا يا حديث كان إشارة إن شاء الله تعالى كل جملة منه وردت في أحاديث صحيحة غيب كستو كمدة وحي كسو أرارتي حديث صحيحة يا كتم جملة كستو كمدة فقرة كستو كمدة ونشارة دونا أحاديث صحيحة يا كتم حديث كاسي وحوم مدنيا هاي إن هذا أد لغو فكرة لا يسكد يا معناها إن لغو رقمه ما استطعتم أنت الأودان معناها وحيالها من هي من هي كتشر اللي سكر يبنا إن لقفوا هذا لما تيبا حديث عبد الله بن عمر وحوليها النبي صلى الله عليه وسلم وحي إلى هذي ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات سدح الرماد ومهلكات قفك ويهلاقيا سدح الرماد والقوها لأكسما قفك وكوبا بأي وكو خسارة يا دنيا أخربا لباتا يا أوغي مانيس ثلاث مهلكات وثلاث منجيات سدح الرماد منجيات قفك ويبدبادينها يا ربي سبحانه وتعالى سابت ضي ربي كبدبادينها يا وثلاث كفارات سدح الرمون إله سبحانه وتعالى ذنوبته أي كل أفيا سدح الرمون هذا التي معده سبب تضيع الله سبحانه وتعالى ذنوبته وكاغت التريا وثلاث درجات سدح الرمون ودرجاته ودرجات جنة أي إله سبحانه وتعالى ملسر أكو جينيا سدح قفكو هلاقيا سدحنا قفكو يبابينيا سدحنا ربي سبحانه وتعالى ذنوبتك ودافيا سدحنا الدرجات سرع يا ربي سبحانه وتعالى وكوسينا يا إن شاء الله دوشت قامت وانت نسومه سدح ليسكو هلاقو سدح ليسكو بدباديو سدح ذنوبته لو دافو يا سدح إله سبحانه وتعالى درجة سرع قفك وكوسي هدي أن مهلكات يكوه الرينو ما دام موضوعنا المهلكات والمنجيات وكسب سيح متك السنة أن دول استأجنه ما دام أهمية خاصة أي لا هذا هاي والنبي صلى الله عليه وسلم سجونا وشجعه فحرسولك ورنا يا فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه حيا لها قفك هلاقي وحوي كه لا كسم يا دنيا خراب هدي قفك وكلك ما رنتاس وشح مطاع هوى متبع إعجاب المرء بنفسه بخيل لما لا داعي وقفك بخيل يا شيح ويا هوى متبع هوى ذي سي نفس وقفك ودبق علي إعجاب المرء بنفسه قفك ونفتي سا أي عجب قلسي وقمنه سا يقورته ووجرته أساقون إسلاق قمن ذاتك كلنا يخلدنيهن وأما المنجيات وحدتك بدبادنها يا لو بدباد يا رب سبحانه وتعالى بدباد وقد غير فالعدل في الغضب والرضا وقفك عدل إنه لي ما ذوي مركز عريسنتها يا مركز رالقتها يا فرح سنتها يبقى إن هذا عدل التي ما دو عادلاتها اعدلوا هو أقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا قف أحنا أقسمتها ولباتين لحت الله وعذاوين كذا حيث درادل عدلها وقتها اعدلوا هو أقرب للتقوى والقصد في الفقر والغنى حيالها لو قبت بادي يقف ربي سبحانه وتعالى وقبت بادي وحوي مركز فقير كتهي هي مركز غني كتهيب القصد إن هذا حيثته هذه أنت إله سبحانه وتعالى أكسيي أنت ذهبك استعمال ليسه ووسط لحد حادنا هاتوي انت معناها دكسيدي بو حسان او معناها اسكسو هادول الداديو جولد لو قودو او جودكا لو داديو ان طرف معناها حد قدب الله سميه قف كراحه معناها دونك تمتع كليه وكفكريه فقر هادوك هين انا حيسته وي مركي اندنت اي كو كلفته ان امده وحا ويديسته او شروطه ارمي لا باهنا سومرت إني بروفيشن كون نقطة دقن يكون نقطة ما أنتوا ندت كأنت تسول سما يسود قاعد تواصل قتاي وخشية الله في السر والعلانية وحيا له لقبة بعد يوحى كمده
خشية الله عز وجل إن ربي كبغضه في سري والعلانية سمو قطع يسي قرصومبا وهدي معناها أدمل كليا قولك أكسو حليها مقديات كترت إن أواته وهو معكم أينما كنتم ربي سبحانه وتعالى إن أقيهي أو كاورقبه أو كل الصعود وحد سمينيس مركو مدى يكو أركيانا إن هذا السلاليس مركز لو أركين إن هذا السلاليس لكن مركز معناها ومدى يكوتشود كوجيدة إن هذا السلال قروح بدن سمينيس لقن في عناد كل لقن تو مركز لو أركين إن هذا نقرة كنقل الديك هذا معناها أتكوسه سلال هذه وكلام مثلا هي عبادة هذه سماها وحلوبة هي خشية الله في السر والعلانية إن ربي سبحانه وتعالى لقبقه في السر والعلانية سيقر صوني يسمو قتبا وأما الكفارات وحيال ربي سبحانه وتعالى وكلها فالذنوبته فانتظار الصلاة بعد الصلاة صلاة إنها تكتوي بعد الصلاة صلاة كلك بعد مركز صلاتك تتكلي إنها تكتوي أي كوكوتا أنت يتكلم جماعة كتبة وإسباغ الوضوء في السبرات ويسدوا إنا تام يشعود بوحسه ومركا قبو أوتره وربك أوتره ونقل الأقدام إلى الجماعات وقمدها الله رأى الله دقاتيه الله سعده جماعات كذلك مسلمين تاميشي كتو كنيان وأما الدرجات وحيالها الدرجات كيكر قفك أقاضيه ما نتا قيامها درجة يذكروا قاضي جنوين كميلها سر 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 جينا يو سدح رسولك وشيجا يوحوي فيطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة بالليل والناس نيام وإطعام الطعام راشينك إن لقوذي وي راشينك الله يسو وما دو حكا قوذي مرقا أتكرنا يسبدي ذاتك مساكين تاوحكسي إفشاء السلام وإن سلامت الله فافيه قفت قرنيس يا قفت قرنيبه السلام عليكم ورحمة الله وإن سلام قلبي كسر قضي أو سلام نبت قليا أت سلام توي يا سلام كمد أو كليا وإن سكان قنن وصلاة بالليل والناس نيام وإن لتكذا هبينك وصلاة الليل لتكذا والناس نيام مركضتك أي تيفان لا بيتوانا رمال صومة سيح. نعم أفر ميلود أو من سدحة كفارات وحلاي سبحانه وتعالى ذنب توقود أفايو منجيات وحربي سبحانه وتعالى غفو كبة بادن أيو درجات وحربي سبحانه وتعالى درجي سجنة كروا وقاض أيو إيا مهلكات وحقفك هلاق أيو مهلكات كما حيها هيا فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه تورى النبي صلى الله عليه وسلم حورنا يا مهلكاتك فشح مطاع وبخيل لما لا داعي وي شحك بخلي وكل الدنيا شحن ماذا أي كسي الدرن وكسي على بخيل لماذا ماشي هذا وهو سيسه أي شح الليل هذا حرص نفسي على ما ملكت وبخلها به بحيث تمنع الحقوق التي أوجبها الله في ماله فإن طاعه هلك وحاش شحن ما ليل هذا نفتو اي كد داشو وحا اي هيساتو كون بخيسو الى هير اي غاده نفته اي كبقي كبخيشو وحي ربي سبحانه وتعالى وكو واجبيي اودا كسو بخين وانا ريقه ترويه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون داتك قوليسن هيا وداتك ربي سبحانه وتعالى وكيل علي شح ان ماذا نفتودا كجيرت بخيل لماذا النفط هذا كترت أدلة فربنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كسوا يا كل وحي نو إشارة يعني إن إسكائر على النه بخيل لماذا وعكم إذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حديث في صحيح مسلم يغيره كسوا من جابر بن عبد الله وسوري أي اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة والظلم إسكائر عليا حد جذبك إسكائر عليا تعديها لإسكائر عليا ذاتك أذكر دروني سان إسكائر عليا فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ظلم جي حد جذب تمالنت قيامها مجد أي نقنية مركضتك مؤمنين نور يسعى بين أيديهم نور هرس عضه
dadka kala nurlaan ay yihiin dadka dhaalimiinta ah mugdi ayay ku jiraan waxa rasuul sallallahu alayhi wasallam waranaya wattaqu shuh bakhaylimada iska ilaaliya fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum bakhaylimada waxay halaagtay dadkii in ka horeeyay waa in bakhaylimada la iska ilaaliyo way sakhi qaf macnaha gacan furan inuu noqdo weeye qofka muuminka ah waxa fi sunan tirmidhi iyo nasaai ibn xibaan iyo kayrkiiba ku sugan xadiis darajaysu ay saxiix tahay sidii saxiix jaamic sagiir ku sugan abu hurayra radiallahu canhu waxa uu leeyahay nabi sal alla slam baa wuxuu yidhi laa yajtamicu shuxu waalimaanu fi jawfi rajulin muslimin fi qalbi cabadin abada riwaayadaha qaarkood fi qalbi cabadin mu'minin abada kuma kulmaan ashux bakhaylnimo iyo iimaan qof muslima qalbigiisa marnaba kuma kulmaan laba arrimood kuma kulmi karayaan qofka mu'minka a qalbigiisa labada arrimood waxa weeye bakhaylnimo oo shuxa iyo iimaan sida biyaha iyo dabka oo meelaysa iskugu imanaynin ayaa bakhaylnimada iyo iimaanka qof muslima qalbigiisa ay u wada kulmi karaynin ama iimaankii ayaa ka baxayo oo bakhayl iimaan darraa ayuu ku soo baxayaa ama bakhaylnimadii ayaa baxayso oo qof mu'min oo rabbi subxaanahu wa tacaala ateecay ayuu noqonayaa waxaa fii sunan abi daawuud axmed ibn xambal ibn xibaan iyo kayrkii ay soo wariyeen saxiixu targhiib watarhiib uu ku tilmaamayaa sheikh alalbani inuu xadiidku saxiix yahay abu hurayra radiallahu canh ayaa wuxuu leeyahay rasuul sal alay slam wuxuu yidhaahday sharu maa fii rajulin shuxun haalic wa jubnun khaalic qofka waxa ugu sharnimo badan ee laga helo ee ku sugnaada waxa weeye laba arrimood shuxun haalic waa bakhaylnimo halac iyo mamanaasho ay ku jirto oo qofka xoolaha uu ku maman yahay ilaa ay gaadhsiisa wixii uu bixiyey inuu ka shallaayo muxuu u bixiyey shuxun haalic iyo jubnun khaalic fulaynimo khaalic wax soo fujinayo oo yakhlacu alfuaad uu gaadhsiinayo qofka qalbigiisa inuu soo dhaco fulaynimadiisa ayaa waxay gaadhsiinaysaa in qalbigiisa uu soo fuqo nabigana sala allahu calayh wasalam labada arrimood ba alla subxaanah wa tacaala uu ka magangeli jiray uu ka magangeli jiray allah subxaanah wa tacaala bakhaylnimo ayaa rasuul sal allahu calayh wasalam adilo fara badan uu kaga magangalay ayuha alikhwa walakhawaat waxaa loo baahan yahay in sifaatka dadka mu'miniinta ah lagu sifoobo oo layska ilaaliyo tilmaamaha dadka munaafiqiinta ah ay leeyihiin waxaa ka mid a munaafiqiinta tilmaamaha ay leeyihiin xataa haddii naftooda ay isku daydo waxmaba bixinayaan laakiin hadday dhacdo xataa inay wax bixinayaan marka ay bixinayaan waxay ku bixinayaan iyadoo naftu ay dhibsanayso waxaa rabbi subxaanahu wa tacaala odhanayaa walaa ya'tuuna salaata ilaa wahum kusaalaa walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun dadka munaafiqiinta walaa ya'tuuna salaa salaad lama yimaadaan ilaa wahum kusaalaa ayagoo cajzi iyo macnaha dhibsi iyo isdaal uu ka muuqdo oona ku faraxsanayn ayuu dadka munaafiqiinta ah salaada la yimaadaan hadday wax bixinayaanna walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun mana bixiyaan dadka munaafiqiinta waxma bixinayaan ilaa wahum kaarihuun ayagoo dhibsanhaya mooyeene dhibsi oo naftay dhibsanayso ayay wax ku bixinayaan dadka munaafiqiinta tilmaamaha lagu garanayo laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illaah xataa yanfaduu dadka asxaabu rasuuli illaahi waxba yaa la siin ilaahay ka kala tagaan rasuul sal alay slam bay odhanayaan sadaqadii iska daa inay bixiyaan ayagiiba hor istaagayo amrayo in sadaqada macnaha aan la bixinin bay dadka amrayaan naftooda inay bixiso iska daaya oo in layska tahiro dadka munaafiqiinta ah tilmaamaha rabbi uu ku tilmaamayo walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun waxooma bixinayaan ilaa naftoodoo dhibsanaysa mooyeene waxaa dhici karta inaad tidhaahdo xoolo badan oo macnaha oon haysto oon bixiyo ma lahan oo haddee xadiidkaas iyo adiladaasi waxay ku jihaysan tahay oo keliya dadka hantida leh iyo dadka tujaarta iyo dadka waxhaysta iyo dadka aqniyada ah ee waxle un baa lala hadlayaa
haddii aad wax haysato haba yaraato waxaad haysato inaad wax ka sadaqayso weeye. xadiid abu daawuud sunankiisa ku sugan iyo nasaa'i axmed bin xambalna uu soo warinayo ayaa nin baa nabi sal allahu alayh wasalam wuxuu weydiinayaa ayu lacmaali afdalu yaa rasuul allah, rasuulka ilaahay oo camal la qabta kee ayaa ugu fadli badan? nabi sal allahu alayh wasalam wuxuu odhanayaa tuululqiyaam, tuululqiyaam, istaagga salaadood muddo taagnaata markaa salaada tukanayso, acmaasha kuwa la qabta kuwa ugu fadli badan ayay ka mid tahay. قيل فأي الصدقة أفضل يا رسول الله؟ رسولك إلهي صدق الله بحيتي يا أو فضل بدن نبي صلى الله عليه وسلم حورنا يا جهد المقل، جهد المقل كوحيران تأيه يسو يا وحبي سنة وحير هيو دلالك أو بحية يا وحكو بحين هيو تا يا وحيت هاي صدق مدى أو فضل بدن وحديثك أو إشارة معاني ده الغفة سلام مدى كمدى مرك الغفة سلام in waxyaalaha sadaqada ugu fadli badan, sadaqada kuwa ugu fadli badan ay ka mid yihiin qofka wax yaraani ahayso oo wax ka bixinayo intiisi yarta ahayd. marka mar nabi aan is oranin waxa uun wax laga bixinayaa markii aad hanti badan leedahay ee inta yartaydaysaba inaad wax ka bixiso weeyo. rabbi subxaanahu wa tacaala dadka muttaqiinta ee rabbi ka baqahayo ee ahlu jannaha ah marka uu ishaarahayay ama tilmaamo u sheegahayay وأي دتك متقين يا ربك بقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين شنب الله رن أولود ياريو الله قطر قلي دتك متقين الله إلهي واكوة دتك متقين الله سبحانه وتعالى وحنوات الماما يا صفات أمبا لشيء قرآن كي حديثي يا دلال صفات المنافقين تكوها وهي إسكي لالي عبدي محمد يهبل يحاجي الورن ماي تلمامها سادات صوقش المنافقين تاتك منه قنيسة تلمامها دات كنت تلمامتها ينا وحاتك منه قنيسة داتك مؤمنين تا مسلمين تا داتك متقين تا داتك أعدت للمتقين واكو يا كواس الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وحوي دتك متقين تا جنة اللو دياريي الذين ينفقون في السراء والضراء دبك مركو تشرو يا مركا دبلانتا اي تشرتو فرحا مركو تشرو كرهي مركا او تشرو غني نمدا مركا اي تشرتو شدة مركا اي تشرتو مركا وحلان اي تشرتو الذين ينفقون في السراء والضراء وقوة معناها حوله هذا بحيه وهي مركو ديب تري يا مركو سديب تريم به والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وادتك عرض هذا لقوي يا مركو لقى عريسة عرضان عرضك هو لقوي والعافين عن الناس وكو مد يدتك عافية وهي والله يحب المحسنين دتك تلمامها كوت المامنا ومحسنين إلهنا سبحانه وتعالى واجعل يا هاي دتك محسنين تاعه وان دتك لو اي كنت المانادان وان لقاته صفاتك لو كنت المامي دتك مؤمنين تا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وحويكوا غيب الرمايو صلاة أوجه ومما رزقناهم ينفقون وحا معناها ربي سبحانه وتعالى أوسي حقي سنة وحكا بحيو وقيب كمذا بحيو بخيل لماذا؟ وخلق ذميم ومرض خبيث يجب على كل مسلم أن يتطهر منه ولقن آدح يا عذر آد اللي تو آدف والحن قف كستو مسلمان اللو قبا هيا هاي إن معناها أسكى طهر وأسكى نظيف يا بخيل لماذا؟ ويسيك لدرنتها يقفك إنو بحين وايو واجباتك لغولها وحولي ربي سبحانه وتعالى أوسيي وزكذي كبحين وايو هذه هذا هي خطرتها حديث صحيح أي نبي صلى الله عليه وسلم حرنا يا من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة قفك ربي سبحانه وتعالى وحول السيو حولها نزكذي لولها كبحين وايو
maalinta qiyaamaha xoolihiisii waxaa looga soo dhigayaa mas aad u weyn aqrac oo weliba macnaha timihii madaxiisa ay ka bidaarla macnaha oo aad u weyn lahu zabiibataan yutawiquhu yowma alqiyaam oo abur labadiisa qal ay ka daadanayaan maalinta qiyaamaha ayuu isku marmarayaa labada qal ayuuna maska qofka qabanayaa markaasaa wuxuu odhanayaa ana maaluk ana kanzuk waxaan ahay maalkaadii xoolahaadii aad kaydinaysay sadaqadii iyo zakadana aada ka bixin jirin nabi sal allahu alayh wasalam wuxuu akhriyey ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يسن أم لين دتك وحي كب خيليان وح ربي سبحانه وتعالى أوسي أي كب خيليان وح ليس كب حنين إن أي فضل يا خير يا وجر بل هو شر لهم شر يا حمان يا هلاك أي وجر سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ما أنت قيامها أيها وحال الله صريا حولها سأسوى مسأك رسول نقضي لبذي سقل مسك وقضان هيا أورانا يو أنا كنزك أنا مالك أورانا هيا وإن زكواتك هي صدقة معناها كو واجب ذي حولها هذا أتك بحزي فأما المهلكات وحيالها قفك هلاقة أيها محايا هاي ما حصتا كو أنا المغلوي فشح مطاع وبخيل ما لا داعي فشح مطاع بخيل ما لا داعي نفتا شحن ما ويكو جرتا بخيل ما ويكو جرتا دعي كريس ويكو معناها كو ابورتا هي لكن وحا لو باهن يحي ان اسك طهيرتو ان الداعين بخيل ما دادي مركي نفتا كو ديدتا ان بحيسو هيلين بيحو لاجل الله عز وجل ان ذو بحيسو وهي ارينتا لباد اي قفك هلاغيسا وحا ويه وهوى متبع وهوى متبع وارين خطروي هديات كل عذر دارته تراهدو خولا ان هيستو اون كو بخيلو اون كو هلاك سميو ما بجيره بهدا تراهدو ارينتنا هل ايغو وخا لو هلاك سميا قفكه هلاغيو هوى متبع ان هوديس هي نفتيسا وخا اي تعشهي انو راعو او كل احد كتابك الله iyo sunnada rasuul sallallahu alayhi wasallam inuu raaco faham kale oo salafu saalihi ay ka fahmin kitaabka allah iyo sunnada macnaha rasuul sallallahu alayhi wasallam naftiisa waxay jeceshahay inuu dabagalo maalintii xaqa uu arkahayo inuu ay la jirto oo naftiisa ay jeceshahay inuu raaco maalinta naftiisu ay isleedahay talo maanta macnaha sidan ma haboona sidan dhibbaa kugu soo gaarayo oo naftiisa ay u qurxisay diinta ilaahi subxaana wa tacaala ku dhaqankeeda dhib marnaba kaama soo gaarayo laakiin naftaada ay kuu qurxisay in dhib uu ku soo gaarayana ameeshii naftaada ay jeclayd aad dabagasho cabdillahi bni cabaas waxaa laga warinaya oo odhanayaa maa dakara allahu alhawa fii kitaabihi ila dhamma rabbi subxaana wa tacaala alhawa hawa kuma sheegin kitaabkiisa ila dhamma ilaa ilaahi subxaana wa tacaala wuu daleeceeyey wuu cebeeyey si xunbuu ka sheegay imaamu shacbi wuxuu odhanayaa innamaa sumiya alhawaa hawan liannahu yahwi bisaaxibihi fii naari jahannam hawada waxaa hawa loogu magacaabay waxay qofkaasi ku tuuraysaa qofka hawadiisa dabagalo naarta jahannama ayay geenaysaa waxaa la rabaa in naftan la qabto in hawadaada aada xakamayso hawadaadu waa inay dabagasho kitaab allaahi wa sunnata rasuulillahi sala allahu alayh wasalam kitaabka allah iyo sunnada rasuulka laakiin kitaabka iyo sunnada intaad qoorta soo qabato waanada dabagelinin wixii naftaada ay jeclayd laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih kitaabka allah iyo sunnada rasuulka sal allahu alayh wasalam iyo waxba laga hormarin allah iyo rasuulkiisa iyo waxba laga hormarin hadday isqabato naftaadi iyo kitaabkii iyo sunnadii hadday isqabtaan yaad hormarinaysaa دينت الله سبحانه وتعالى يا شريعة إن الهرم يسويه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى قفك قوقي كبري الدنيا الدورتي جحيم يا هوي ساء وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قفك
إلهي سبحانه وتعالى كبق هاي ولا كلن كيس كبق هاي وكسي فكري ربي سبحانه وتعالى وهور استاغ هاي وسوسي ديارنا هاي ونهى النفس نفتنا كقبطي وكرهبي عن الهوى وحي تعيش عين النفط كقبطي ونفتي سحة كميي فإن الجنة هي المأوى قفك ميشا وقلي هيسا وجنة أي الله سبحانه وتعالى ورنيا وحل قفها ما هي قفك ربي سبحانه وتعالى كبقي وايو قفك نفتي سقبا وايو ونفتي سدبقلو إن جنة وسن معناها هيسا إيسا نهين وأيضا لنا على كلام حولنا يسا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وإن الدين أجيبته كتابك الله إن أجيبته رسول الله إن أجيبته هي النفط إن أجيبته حول حي ملحن إن أضيع ذو النفط ذو النفط دبقش هي إن أضيع ذو كتابك الله هي سنة رسول صلى الله عليه وسلم أضيع ذو أو لبذا هو هي إن لكن مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء مؤمن لبنا هذا النقوانين قال لبنا مغضان هذا النقوانين ولو قالوا يا منافق لكن قال لماذا هذا موجرين ومرة أترى هذا كتاب قال لنا معنا كل رغم يا مرة مركة التي اكتنا أيها مع ذاتها يعني خطر هو إلهنا سبحانه وتعالى وحورنا يا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه هديك أجيب ويان ويكو جواب ويان واحد قالت أنما يتبعون أهواءهم وحق راعيا هذا دوية هذا راعي ويدا كتاب قال الله يسمى الرسول صلى الله عليه وسلم واحد قالت واحد راعي وهو هذا هي النفط هذا دوية وانا اسكيل عليه هذا هذا إنا دبقش أو كورقب وحيالها الجنة اللي هو قاري أما الجنة وحا كوهاري ريسا وح نفط اللي بسنيس نارتنا وحا اللي هو هاري وح نفط أي تعيش هاي حفت النار على الشهوات وحفت الجنة على المكاره نارت وحا اللي هو هاري شهوة وح نفط أي تعيش هي نارت كوهاري ريسا نفط هذا هذا الدعاء وحي كوتي ليس يكوجين ليس نارتي كوجين ليس وحفت الجنة على المكاره جنة نوح على جوهري على المكاره وح نفط اللي بسنيس أي جنة كوهري ليس وين الهوى ذا إلى لسه كي إلى لسه شهوى ذا مرك يحكو قرحيس إن هذا عضو إن أقاتوي نفط إن مير هلاجة أي كوجين ليس شهواتك وح النفط يتعشى هاي وإن هذا النفط كراعن ونفط كقبط ابن جوزي كتاب كيس الذم الهواء حماتي عرفتي اللي بعتضى إلى ذا هي موعاه هي هوده وحو رميا سوى إشارة يو شهوده هي النفط وح يتعشى معاسدة زندة يو حلمتك أضرع له ونفط هذا مرك يكو كو قرحس أدبق شو ونفط هذا تكو أدي عضو إنه وقفك كوها لك سمية أيها وحورنا يا وحاتري نين مؤذنة وأدمه في بغداد 40 سنة أفرت سنة أي مسجد وكأدمي تري أصغو مسجد كدوشي سسارا وأدمه هيو أيها وحو أركي قبر قروح بضن ونصرانية وكريستان ابن جوزي سيدا وصونا غلنا هيو وحولي يا هاي أذاك إنتو كالقويي يعني حمانتا إلى ذا النفط هذا أدي عضوه وكتابك الله يسمى الرسول صلى الله عليه وسلم راعي ونفط هذا حكمين ويد وسوده وقبر دي نسلانية دي تبوي ذو حيروح ربينا كقرسة ذا وعيت لمسلم باتاي ما قرسا كريسيد حكوي له ذي مسلم وانا لكن وانا شينينا وعيت له ذا شيء سربت وانا دين تاذا كبح وهي هاي بري دين تاذا كبح يا حمانتا إلى ذا الشهوة ذا فرتن سنة أي مؤذنها وادمها سيد ابن جوزي وشيقي في بغداد وانات كريستان نقطة وايا هبي لمعنى كريستان بان نقطة وعيت الوايا هاي سيانو اوغادي انات قالو ذي ومعنى كريستان اتهو دين تهدات كسو بحضي
waa inaad khamradana cabto khanziirkana aad cunto. Sidii ayuu sameeyey, khamradii cabbay, khanziirkiina macnaha wuu cunay. Waxay tiri waaye hadda waan ku ogaaday inaad macnaha dhab ay kaa tahay inaad diintaydi soo gasho. Ee aabbaha intuu ka imanayo sadxalbayt guriga meeshiisa sare sii ku sug intuu ka imanayo, kor buu fuulay isagoo sugay odaygii, khamradii wixii baa ku kacay oo khamradii baa qabatay. Wuxuu ka soo dhacay gurigii, dhulka ayuu ku soo dhacay, naftana dhulka lama soo gaadhin, sidii ayuu ku geeriyooday. ciyaadan billaahi caza wajal, waa dabagalka aad dabagalayso shahwadaada iyo naftaada waxa ay jeceshahay. Haddii aad dabagasho meel xun baa dhici karaysa inaad ku dambayso. Hawadaada iyo naftaada waa inaad ku raacin inaad xoolo kasbato, ribix iyo faa'iido inaad gaadho, waa in hawadaada isku qurxin oo maalinta ay kuu muuqato faa'iido. Maanta inaad ku fikirin ma xalaalba ama waa xaraam, ood ku fikirto oo keliya hantidan maanta ha kusoo gasho, ood kolkoleeter isku garaacdo oo tidhaahdo alaalah intaas aa kusoo gelayso, intan inaad hanato macnaha dunyada maanta gacantaad ku qabato weeye, taajir inaad noqoto weeye, faqriga aada ka baxdo, adoona u meel dayin inay xaraam tahay iyo in kaleeto. Rabbi subxaanahu wa tacaala dad diinta fahmay ayuu ku halaagay in hawadooda ay raaceen, adduunyana ay doorteen. waxaa rabbi uu noo sheegayaa fii suurati alacraaf, qof caalim ahaa oo cilmi yaqaanay oo diinta yaqaanay oo diintii ka baxay oo shaydaanka dabagalay oo halaagsamay, rabbi subxaanahu wa tacaala uu noo sheegay asbaabaha iyo sababaha uu halaagsamay inay tahay adduunyada oo u ishay hawadiisana uu dabagalay. watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaan fakaana min alghaawiin. U sheeg qofkii aan aayaadkii ilaahay subxaanahu aayaadkii la siiyey oo diinta alla subxaanahu wa tacaala bartay oo fansalakha minha diinta alla subxaanahu wa tacaala ka baxay, faatbacahu shayطaan shaydaanna dabagalay, dad hogoo halaagsamayna noqday, qof baadiyoobay noqday. walow shiinaa la rafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alard watabaca hawaah. rabbi wuxuu odhanayaa qofkaasi akhlada ila alard, dhulka ayuu isku waarayey sidii qof ku waaraya oo kale ayuu adduunyada u leexday. watabaca hawaah, wuxuuna dabagalay oo u raacay hawaah, hawadiisa ayuu raacay. famathaluhu kamathali alkalb, tilmaamo iyo sifaat kale iyo amtilo kale ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala usoo qaaday. maxaa ayaddaa laga fahmayaa? inay u keenayso qofka diintiisa inuu ka baxo oo insilaakh uu ku dhaco isagoo diintii yaqaano, haddii waxa uu kasbanayo uusan u meel dayin inay xaraam tahay inay xalaal tahay. wamaa haba wadaba, wax kastoo socda baa iska aruurisa oo keliya. xaatibu leyl aad noqoto habeenkii qof xaabajiliya qoryo iyo macnaha soo aruursanayo, halaq iyo masas iyo wax kastana jeeb ku aruursanayo, waanaad iska ilaalisa weeye. shaygan aada cunayso ee calooshaada aada gelinayso waa inaad hawadaada aada ku raacin. laxmi kasta oo anbata fii xaraamin fannaaru awlaa bih, oo xaraam ku koray oo xaraam ku fufay naar ayaa ku mudan inay cunto, ayaa diladii nusuusta ay sheegaysaa. sidoo kale haddii xukum ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ku dhiibo oo madax aad noqoto oo mas-uul aad tahay xaqa inaad raacdo, waanaysa kaa leexinin hawadaada oo hawada aada dabagelin oo xukumkii iyo diinta ilaahi subxaanahu wa tacaala aad ku dhaqi lahayd dadka, waanaad ka leexanin weeye. wa an ixkum baynahum bima anzala allah walaa tattabic ahwaa'ahum. waxaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu odhanayaa wa an ixkum baynahum bima anzala allah, ku xukun oo ku kala xukun wixii alla subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey adoo madaxa oo mas-uula oo umadda lagaga baahanya diinta inaad ku xukunto. xukumkii diinta alla subxaanahu wa tacaala aad ku xukumi lahayd waanaysa kaa leexinin hawa nafs, wax naftaada ay jeceshahay. walaa tattabic ahwaa'ahum, diinta alla subxaanahu wa tacaala waanaysa kaa leexinin adoo ummado kale qancinayo. qanci united nationka raallaha kaa noqdo adoo leh waana diinta alla subxaanahu wa tacaala aysan kaa leexinin. walaa tattabic
أهواءهم هوذا الراعين واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك سكن إلى أن يكافي دنيان ويكال ليحية وحي ربي سبحانه وتعالى وكوس ودتي قيبك من حتى اسكدا كل غيره حتى وحكم مده معناه إن كان لي أحيانا اسكا إلى له سيدوك العادي كه الرئيس في سورة المائدة يا ربي حورنا يا ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء حق يسكن لي حنن هودو ذا الله راعي هودو ذا راعن حقا يسكن لي حنن قبيل كذا أتعش هاي كاب قبيل كذا دبق ليسو وقاس كذي ملاك كذي سلطان كذي جرات كذا راعس حق يسكن لي حن معنا وهذا يسكا قبطان مدح هذه أما دتك معنا هتكذا لا تعمل تفدى هذه هي حق يدين تهدى يسكا قبطان وانت الله سبحانه وتعالى أظهر على ويدين تهلا وين الله تعالى الجليسه سنة رسول صلى الله عليه وسلم نهر على وجهه أما إن هود هذا الرعاة ده بقش وهدي حلال أي وحكة قد جان حرامها ودك أنا كد الله بابنا يكوي له ذا وسكت بقش معناها عمياء سين الله أنا أذكر على كد بقش وحلال كوا هانا إكا حرمان أي كوي لنا حرام وجهه أذكر على وأرين أرين تاس خطر وجهه شرك يا قال لمن كنيس أوقفك وكجاله بكري وحرب سبحانه وتعالى ورنا يا نبي وأخري اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كريستان كي وحي كدكتين يا يهودي يا أحبار تودي يا علماء تودي يا رهبان تودي يا سوفياش تودي يا دتك تودي وحجرنا يا وحي كدكتين أربابا من دون الله إلى هي للرع رب سبحانه وتعالى سكدي أي كدكتين عدي بن حاتم وكمل هذا مركي هوري كريستام وكدمنا مسلم وصحابها يا وحورنا يا رسول صلى الله عليه وسلم رسول قال له لم يكونوا يعبدونهم علماء ضميسن عابد جيرين أجل ويعبد جيرين يا نبي صلى الله عليه وسلم ورنا يا ميسن هين يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه علماء ضد أما الرهبان تودا أما سوفيا تودا أما دتك دين توها يهوجان كده مركي أي وح حلال أيان وحلال شيء حرام أي حلال أو قد يجان فيستحلونه سو حلال كميس اللي جان شرين شيء حرامته أو كميس الراعي شرين في تحليل الحرام شيء حرام إن لو حلال أيوه سو ضد كذي ما لحظة المسؤولين تأكل كميس الراعي شرين ويحرمون عليه ما حل الله وحي رب سبحانه وتعالى وحرمينا وحي وحلالينا هذينهم وحرام سو كميس الراعي جرين وتحريم الحلال شيء حلال أنت حرام وغدقان سو كميس الدبقلي جرين ها سيدا ويسمين جرين فتلك عبادتهم لهم تاسا وحيتا إني وعبادستين وإلهي إكالكتين تحريم الحلال تحليل يا تحريم شيء أنه حلال غدقان شيء أنه الله حرمه شريعة الإسلام في كتابك الله يسوع رسول صلى الله عليه وسلم بأسكاله الله أي تشريعنا نو تشريعنا أما تشريع شيئا حرامي لينت حرارية لديسة هذه أمتك لا تكون راعظة وارين خاطرة قال لي منك كيني سوقفك وكو قال له بيو أدي لدي نصوص عيان يشارس وأما المهلكات حيالا قفك هلاقة يوحى ويه فشح مطاع بخيل ما لا داعي وهو متبع هوذا هذه النفط هذا الضبقة شو وحقفك هلاقة يوهي تسد هذا وحي هيدي وقفك هلاقة يوهي وإعجاب المرء بنفسه إن قفكو نفتي سأي عجب قليس هذه هنا أسلقوا من تاي معنا ذاتك كالوردن أي خلدان يهين هذه حق أتكو تاغان تاي أكلية ذاتك كالوردن أي باطل كو تاغان يهين هذه هنا المتعلم تاوح قراراتها ذلك كلنا جراد أيضا لهن وحبيس فهمينين أنس بن مالك رضي الله عنه وحوس أورنا يا حديث كان في سلسلة الحديث صحيحة وكل شارة يا صاحب سلسلة إن حديثك صحيح يا هاي وحنا صلى الله عليه وسلم أولي يا هاي لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك حتى هدي واحد ذنبها
uusan inka dhicin wax arrintaa ka weyn baan inkaga baqayaa. Alcujubu waa nafta oo qofka cajab gelisa, waa qofka oo ismahdiyo, iscajab geliyo, qumanihiisana qoorta markaasi ugu jirta, asaga oo keliya unbaa quman, ummadda kalena waa khaldan yihiin. Waa arrin khatara weeye arrintaas, waxayna ku gaadhsiinaysaa cujbiga kibri ayuu ku gaadhsiinayaa, macnaha in ummadda aad ku qooqdo tuqyaan iyo xadgudub aad la timaado. Asxaabu rasuulillaahna waa ka digi jireen, nabiga sal allahu alayi wasalam waa nooga digayaa. Riwaayada qaarkood waxay odhanayaa low lam tudnibu lakhashiitu calaykum maa huwa akbaru min alcujbu, xataa wax dembi hadduusan ka dhacin waxaan kaga baqi lahaa, waana kaga baqayaa. Dembiga wax ka weyn oo dembi oo aad u weyn ah, waxaana weeye alcujbu, qofka inuu ismahadiyo oo naftiisa ay cajab gelisa weeye. Waxaa cabdillahi bin mascuud u odhanayaa alhalaaku fitnatayni, halaag iyo baaba'aba waxa uu ku jiraa laba arrimood, laba arrimood waa lagu halaagsamayaa in la iska ilaaliyo weeye. Ummadda inaada yasin weeye, walaa nisaa'u min nisaa casaa an yakunna khayra minhunna, dumar dumar yaysan liidin, macnaha qowmna qowm yuusan liidin, si gooni ayaa dumarkii loo sheegay, macnaha inay isyasaan oo isliidaan oo maalinta macnaha dahabka ay xidhan tahay iyo xoogaa dhalalalka adduunyada ay ku jirta iyo fadhigeedoo yara qurux badan iyo kuwa kalena waxba aysan haysanin, inay ku liidaan kuwa kareento ay ku yasaan ay ku yaraystaan, in la iska ilaaliyo weeye, adigana is cajab geliso. Laba arrimood waa lagu halaagsamayaa, sida cabdullahi bin mas'ud odhanayo, labaasi waxa weeye alqunuutu waalcujbu, inaad ka quusato naxariista ilaahi subxaanahu wa tacaala, inaad ka quusato iyo cujbi, inaad iscajab gelisaba macnaha, adiguna isweynayso, istahirto, isnadiifiso, adiguna isla qumanaato waxa naftaada ay jeceshahay oo keliya ad u aragta oo keliya inuu xaq yahay. Xudayfa bn yaman min asxaabi rasuulillah sal allahu alayi wasalam, xudayfa wuxuu odhanayaa bixasbi almar'i min alcilmi an yakhsha allah wa bixasbihi min aljahli an yucjaba bicilmih, waxa ugu filan qofka jaahilnimo jahli waxa ugu filan an yucjaba bicilmihi, cilmiga uu leeyahay iyo aqoonta uu leeyahay in lagu cajab geliyo, waxa uu leeyahay inuu u arko wax isaga rabbi u siiyey meeshuu rabbi ku mahadnaqi lahaa inuu ku qooqo oo uu ku kibro, jahli kaasaa qofka ugu filanba. Cabdillaahi bin mubaarak min asalaf wuxuu odhanayaa laa aclamu fi lmusalliina shay-an sharan min alcujbi, dadka tukado shaygan ogahay ee ku dhex jira ee ugu sharnimo badan waxa weeye alcujb, naftiisa ay cajab geliso, naftiisa ay cajab geliso. ma ogi wax ka sharnimo badan oo dadka tukada ee muslimiinta ku dhex jiro oo cujbiga ka xun. Waa arrin khatara weeye inay naftaada ku cajab geliso ood qooqdood kibirto oo adiga oo keliya soo aragtay inaad saxan tahay, waa arrin xaq, waa arrin khatara weeye. Eeg waxaad haysato kitaabka allah iyo sunnaha rasuulka sal allahu alayi wasalam u bandhig, ee qofka kale waxa uu hayo u bandhig kitaabka allah iyo sunnaha rasuulka sal allahu alayi wasalam, midka xaqaana inaad qaadato weeye, ee xaqa afkaada oo keliya inuu ku caddaado oo ummadda kale afkooda xaq uusan ku caddaanin, adiga oo keliya xaq aad xaqsheega aad tahay, waa arrin khatara weeye. caaisha radia allahu canha ayaa waxaa la weydiiyey mataa yakuunu rajulu musii'a, qofka qoorma ayuu xun yahay, qof xun u noqdaa? waxay caaisha odhanaysaa idaa dhanna annahu muxsin, markay naftiisa cajab geliso oo isu malaynayo annahu muxsin, inuu yahay midka wanaagga sameeyo isagoo keliya inuu yahay. imaamu shaafici wuxuu odhanayaa arfacu annaasi qadran man laa yaraa qadra waacdamu annaasi fadlan man laa yaraa fadlah, qofka ugu sharaf badan ugu wanaagsan waxa weeye arfacu annaasi qadran man laa yaraa qadra, dadka ugu sharaf badan waa qofka sharaftiisa aysan u muuqanin, ee qofka markaas is arkayo waa liidataa, waxbaa kaa dhiman, waxbaad u baahan tahay, cilmi baa kaa dhiman, cilmi ilaahay waasac weeye, oo rabbi zidnii cilma ku ducaysanayo.
وأعظم الناس فضلا من لا يرى فضله. ذات كان وحى أوقف فضل بدن من لا يرى فضله. قف كان أركين فضل أولي هاي إن قف أي نفتي سعجب جلسه نتائج تيو حيالها كي من يو حاكمه على ربي سبحانه وتعالى أنه قد جاي قف كان مركه نفتي سعجب جلسه وحى ترين قارون لا إله ذا وربي وهلا جاي أو من قوم موسى سورة القصص رب سبحانه وتعالى أنه وشكي إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين نحو ربضا وهتبا وضف ربضا جماعة خزائن تسي فرياشة بخاردي سأكلية فرياشة ذاتك إيسا قادي كريم ذات بضن عصب قوخ إيا كبير بعد لي معنى مركي اللي إله ولا كبير آخر واحد قيسو ولا تنسى نصيبك من الدنيا الدنيا كان وحي ربي ومعنى كوتر قلها كهل مامن وحن آخر قيسو كل ذا لين جنة كوغارسيسو واسم هذه وحي إله ذي إنما أوتيته على علم عندي أقنت يا معنى علمي عن إيه عن ليه هاي أيا وحن أنا كجاري أنتو السوق ورحية أيو مدي سهر مري ربي وحي إلى هذي فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ربي سبحانه وتعالى قفك ألقي أي لقوي قارن ألقي بلا لقوي وأين عجب جري أو إسكبري أو قوقي أو صور كأصو وحن إن أقنتسة يا علم جسية كرتديسة ووحن كهري حتى هدي أد مؤمن تهاي أو عجب أو كقاله ربي سبحانه وتعالى عقاب كذا كتصية أصحاب رسول الله وجهاد كتيرة بعد فتح مكة مركي مكلا فرتك بعد أهدنا يوفر بنيهن تفاصيلتنا إسفاء ورينيان تدفر ربنا إلى لبي تمكن وقف إلى فين ريها وازن يمعنها ماشي اللقمة عابي حنين ده لقلي أي عجب قلي اسمه ذن أو اسمه ذيان لا نغلب اليوم بقلة والله ما أنت معناها يران أن يرى هين لقم كم خسارة إنه وانا لقى ما حق بدين ايو معنى ما يرين ما تومد فرب بضن بعنا هاي عجب با قلي درسي با اللو لقاي لوغو ترى قلي انا يكو عبرقاتان دادك مؤمنين انا يكو عبرقاتان نفتضنا عجب قايكا الى ليان لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ميلا فرب بضن ايا ربي سبحانه وتعالى انكو قرقاري ويوم حنين ما نتي حنين دقم حسوسي يوم حنين وإلين قرقاري أما يوم حنين أول شيء ومعنين حنين إذ أعجبتكم كثرتكم مركين عجب قليسي وهذا اسمه هذين بدناتي الفرح بدنا ولن نغلب اليوم بقلة لن نغلب اليوم بقلة إيران أن يرى إماتنا لو محوق بدنا أيوه آتي لهذين ربي حورنا يا فلم تغن عنكم شيئا بنناشيها فرب من ايدين وحبوا انتري ويدي وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين تركي واسع هانا عريري بو يكون نقضي ثم وليتم مدبرين دبر كانت تشيرسينو او عررتينو لي كحب بدي مركي هرانا عجب با انقلي وين معناها اعتقادي سان قرقارك يوناق بإذن الله عز وجل وكو إيمانيا قوةً إيوا أسباب اللوبة هيا إنات كسبتوت كدداش لكن أيضا معها مدى قوش سوه يسو كدب ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ربي هلك وحكو إشارة يا شبك أوي من أصحاب رسول الله يوم حنين إن السبب هاي عجب إذ أعجبتكم كثرتكم وحا سيحة وابو هريرة لغوريي نبي صلى الله عليه وسلم بحوك شيكيينين ووحي لذا وحا أتشري بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه
مرجل جمته وقت نن وسعنيه حلذي اسكتوجي دريسكي اسكو نوعها أو قبينا أو كسر تعجبه نفسه نفتي سنة عجب قرينيس وقروح ذي سيها كل بسيها عجب قرينيس مرجل جمته عربتي سيه تميه سنة وسوشن لايستي يفوديسي إذ خسف الله به الأرض سدا سو كسغن يا ربي سبحانه وتعالى دولك قفكا ولغويي فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه الى قيامه لا غارينا هوس بو اسي سودا ولي قاريغي يا غودكي يا سلكي ما اوسا غارين حنا صلى الله عليه وسلم قفكا او نو شيغي ان دولك لا غويي لاجل ماذا صرفت معيتا نفتي سو عجب جلسي مالك بن دينار يا وحا لا ولينيا وحا سو مري بعض المتكبرين دتك كبيرك او كجيره نفتو دي عجب جليسي يا وحا سو مري وحصاد المري مالك بن دينار مالك بن دينار وحيل هذي متكبر كان كان يتبختر ويستبين هي معنا هبك صعد كيسي يستبين هي نفتي سا عجب جلينيسي وحو مالك بن دينار ويل هذي صعد كان نوعا وكلينتا وصعد الله سبحانه وتعالى والنعيم هي إلا بين صفين لا صف مرك لوك لا صفين وقال يا مسلم لوك لا تاجين هاي ومرك ودي يا ودي أتصي صو أو تبي صو مرك أسوأ كلام مويهنا سيدنا هذا المسلمين تلاحظوا كل أسوأ عطوه لما أقوله نيكي وسيرة ونسيه وحي لا ما تعرفوني ما تقنعني قف قناعي معنا إنها بالهبل بنا إنك غني يا إنك أنت ذا الهبل بنا مياذي قرني مالك الدينار سيد لا إله إلا الله مالك الدينار وحي إلى هذي وأنكو قرنا يا قف كأته وحي إلى هذي تقنعه قف كأيانا كما يانا هاي وحو أقول جواب مالك من الدينار أورنا يا وأنكو أقنعه وحات هاي أولك نطفة مذرة وحات كبل لعبة نطفة عن رفبة هاي معنا مذرة مهين أو سكلي ذات أو ضعيفة أو قف كمرك يكون على أو شهود تركي سيجاره تركي سيجاره وسكلك هاي أصل كذا وحات هاي نطفة مذرة آخر كذا وحات كذا بينيسا جيفة قذرة بخت صورة نقوليسا هداد جيري وتم بنان كلو دقو وتصور يسا بخت وريو أيام نقوليسا وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة أنت وده حيصير على شر مرك هذا لتك بعدي أنت أتجريون أي سنة واحد على شر كوسي ذاتا وح معناها أريه أي على شر هذا نكبه أوسي قش اللي معناه وح أريه أي كوسي ذاتا على شر كوجيره وهذه بنك هذا اللي كان سنك لو ذا قبسنا يو سيس عجب أكو جريه سو كبرنا يسا هذه ولا جاء أبو ري عن رف لي ذاتا نقول دهنا بخت صوره على شر هذا نوح أريه أي كبوحان وأنت تواضع للي ماذا أو لأجل الله عز وجل إله درادي لا تواضع عويه من تواضع لله رفعه الله قف إله سبحانه وتعالى درادي أتواضع ربي سبحانه وتعالى كريه قاضية فأما المهلكات حيالا قف كهلاقي بابين أيه فشح مطاع وبخيل ما لا داعي وهوى متبع وهو هذا الدبق شيء وإعجاب المرء بنفسه هل صعب الله يوتر قلي هذا هو الله يتوانك حفلة يهل دقان تبدأ عي ألقرها الآن هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يحيي خيراته وناقه ربي سبحانه وتعالى أولنا وفجيه فمن الله عز وجل إله سبحانه وتعالى يوفج انت أسكالها ويحيي الزلادة وقفي خطأ يقفه أسكال نقد عينه فمني ومن الشيطان واستغفر الله من ذلك نفتدي الشيطان بيكي من ربنا وحاودي سنين إنه نعرفه هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاه الله خيرا محمد. وقت جيب أنا قدام ماذي وعذر دارنا هنا. ميزان كحسنات كلاه هو قليل كلمة ده ونعكسن يقصاب صنايد مهلكات يمنجيات. أنا جانا كوي قات إلهي وكو أنفع هنا قديكو. سؤال بدن بيك الله صو قرن. دتكين بنان كيتاعين يهين. هرنا وعذرهني رجيب بنان كيتاعن. مركو عذر دارنا هنا. هل عطس يوم بنشيق ويدي سنين أمانة إن شاء الله. وأنا كسر كوبينا إن شاء الله تعالى عطي أنا وحوي هاي ضحنا نصن عطسنا إن له دعيه يضل سحري أو إلهي إنه كقاض عطسنا إن له دعيه يومات بدن إن له دعيه يعني شيخنا يسدي باتوين فر بدن بنكاع عطسنا إن شيخنا إن أسود دعي سيد كدي من وصاحرنا إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله.
وحان كوي دي سننا بأسماء الحسنى وصفاته العلى ما عيدي سوانا سنية صفات كيسة سرطر يا رب سبحانه وتعالى وحان كوي دي سننا إن الذنوب تهنا ودافع وضدك المسلمين تهنا ذنوب تهنا ودافع رب سبحانه وتعالى ويدي سننا إن حقونا وفتيو رب سبحانه وتعالى ويدي سننا إنه نقص وكتاب الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم وحان الله سبحانه وتعالى ويدي سننا ويدينا ذاتك حنوصاً إلهي سبحانه وتعالى إنه حنونك كقاضي إلهي سبحانه وتعالى حنونك إنه أبدا العافمات شرك إلهي سبحانه وتعالى إنه عافمات وقليه إلهي سبحانه وتعالى إن وحشرت يدبك يا حنونك يا كقرقاضي عافمات يا عباد يا صحة إن ربي سبحانه وتعالى أبدا إلهي سبحانه وتعالى وحاودي سننا بأسماء الحسنى وصفات العلى إن بريده ونقع جيبه هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.